معنا من غلاف غزة مراسل العربي أحمد دراوشة. أحمد أهلا بك معنا. ضعنا في آخر الأوضاع التطورات أحمد، آخر البيانات أيضا المتعلقة بهذا العدوان. أحمد، تفجيرات متواصلة في مناطق شمالية قطاع غزة اليوم، متواصلة منذ ساعات الصباح. قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر منازل الفلسطينيين في الأطراف الشمالية لقطاع غزة، كذلك في المناطق المطلة على الغلاف. صحيح أن عمليات التفجير تقع في كل مكان في قلب قطاع غزة، أيضا في منطقة بيت لاهيا وفي عمق مدينة غزة، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي تركز عمليات التفجير على الأطراف، وانتقلت إلى مرحلة جديدة هي منطقة جرف المنازل التي فجرتها بعد الانتهاء من عملية التفجير. عمليات الجرف واسعة، والهدف منها هو تسوية منازل آلاف الفلسطينيين بالأرض. هنا في منطقة بيت حانون نحن نرى المنطقة التي تسميها إسرائيل الأسهم المتداول لها هي المنطقة الالتفافية، نظرا لشكلها أو طريقة رؤيتها من قبل المستوطنين في غلاف غزة. وتعتزم قوات الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط هدمها وتسويتها بالأرض، إنما جرفها بالكامل، أي بمعنى أو بآخر القضاء على آلاف منازل الفلسطينيين هنا، ومنع عودة عشرات آلاف الفلسطينيين إلى المنازل التي هجرتهم إسرائيل منها. ليس فقط في هذه المنطقة، إنما أيضا في مناطق أخرى في نفس بيت حانون. الأطراف الشمالية أيضا تعرضت لعمليات تهجير، وتتعرض الآن لعمليات تسطيح وتسوية لمنازلها بالأرض جرف للمنازل التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي. هذه المنطقة تطل قبالة زدروت، المنطقة الأخرى التي تعمل فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي شمالي بيت حانون، تقع قبالة منطقة نتيف هعسرة. كذلك قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل على تجريف عشرات منازل الفلسطينيين في الأحياء الشرقية لمدينة غزة، قبالة نير عوز وناحل عوز عفوا، وقبالة بئيري وغيرها من المواقع الإسرائيلية. ونتحدث عن حي الشجاعية، ونتحدث عن حي الزيتون شرقي مدينة غزة، اللذين جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المنازل هناك بعد تفجيرها وبعد تسويتها من الأرض. وتتوعد قوات الاحتلال الإسرائيلي بنقل هذه العملية إلى مواقع أخرى في قطاع غزة. تكون العملية متدرجة، بداية هناك مجموعة خاصة في الجيش الإسرائيلي، هي مجموعة من المصورين تكون على متن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مزودة بكاميرات كالكاميرات التي يحملها المصورون المحترفون بعدسات كبيرة جدا، تصور منازل الفلسطينيين في هذه المناطق. من ثم تتعرض هذه المنازل بعد تصويرها لغارات إسرائيلية متلاحقة. رأينا حزامات نارية في هذه المنطقة وتدمير منهجي ومتلاحق للمنازل بعد ضرب هذه المنازل من الجو. المنازل التي لم تتفجر أو لم تتضرر بالكامل من الغارات الجوية، تقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي إليها برا ثم فجرتها بالكامل ونسفتها، والآن انتقلت إلى مرحلة جديدة هي تسوية هذه المنازل بالأرض. تعود قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى شن عملياتها في هذه المنطقة، رغم إعلانها عن سيطرتها عملياتيا على مناطق شمالي قطاع غزة، والهدف هو تدمير جميع المنازل التي تعرضت لغارات بحسب ما تفيد صحيفة يدعوت أحرنوت اليوم.